أمر المستشار النائب العام بالتحقيق العاجل في واقعة حادث اصطدام قطار بحافلتين في حلوان، وقد انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينته، وسوف تعلن النيابة العامة عما أسفرت عنه التحقيقات فور الانتهاء منها. كانت هيئة سكك حديد مصر كانت قد أعلنت أنه في تمام 6:45 أثناء السير قطار بضائع محمل بالرخام في المسافة بين تبين وحلوان، تصادم القطار باثنين ميني باص متوقفين في منطقة سكنية على مسافة قريبة جدا من السكة ومتعارضين مع مسار القطار، وفي مكان لا يوجد به أي مزلقانات أو أماكن معدة للعبور أو منطقة انتظار سيارات. وأضافت الهيئة أن السائق حاول التوقف ولم يتمكن من ذلك، ما أدى إلى احتكاكه بأحدهما واصطدامه بالآخر.